وراشيد وكمان جمعة وخالد علشان يوم الأربع تيردا قبل الشمس ما تطلع تيردا نجري ونشتري ماجد. قدر لي إن أنا أعمل لحن ماجد الأغنية الشهيرة، كتبت كلماتها ووضعت ألحانها. أنا لست ملحناً ولكني كنت أباً يغني لطفله، فجاءت هذه الكلمات بهذا الشكل. ما كانش في مكان ممكن تصدر فيه مجلة مماثلة إلا أبو ظبي. أنا فرحان، أنا ممتن لأبو ظبي، ممتن بصدق يعني إنها قدمت للطفل العربي المجلة دي. يعني أنت الطفل إزاي، الطفل هنا بيبحث عن فضولي شخصية اللي بتختبئ والحاجات دي، الطفل في المغرب عارف نفس الحكاية. يعني كان رؤية الشيخ زايد إن دي وسيلة من وسائل الترابط بين الشعوب، وسيلة من وسائل نشر الثقافة في الوطن العربي كله. كل بلد فاكرة إن المجلة دي بتصدر من عندها، مفيش إقليمية يعني أبو ظبي يعني كانت بتقدم يعني إيه الجهد ده كله بتاع وتربط العالم العربي كله. في سؤال جه في أحد المدارس في الامتحان، ما هي أهم صادرات أبو ظبي؟ فالطفل البريء وبتاع عارف إن ماجد موجودة في كل حتة يعني، فقال تصدر دولة الإمارات البترول ومجلة ماجد. اللي حققته ماجد يعني بيديني إحساس بالفخر والامتنان لأبو ظبي، إنهم ادوني الفرصة إن أنا يعني أعمل أو يعني أتولى مسؤولية المشروع. أنا اشتغلت في أبو ظبي 40 سنة، لكن اللي شفته من الحفاوة والترحيب يعني حاسس إن أنا يعني أملك الدنيا كلها.